هيدي 25 ليرة كان حق البيت، أهلي اشتروا بيتهم هيك. يعني شيء بيحزن إنه بس كنا نقول على أيام أهالينا. هلا نحن بظرف سنة، سنة ونص، سنتين، صرنا يعني خسرنا قيمة مادية كتير كتير لعملتنا. فحبيت أدعمها إنه نعملها أكسسوار ونلبسها ونضل شايفين حالنا فيها. حتى بلشنا فيهم كانوا بعضهم موجودين، بس هلا اذا بدي اروح على السوق تجيبهم بشتريهم بالوزن، صاروا عم بيبيعوهم، فمش موجودين بقى بالمحلات، بس موجودين عند تجار خصوصي بيبيعوهم نحاس ونقل، ما بقى موجودين. هي مزبوط صارت ما لها قيمة لأنه ما بقى فينا عم نشتري فيها شيء أبدا، بس هي قيمتها بعدها عنا كتير كبيرة. ونحن ما بدنا هيدي إنه هيدا الشيء يضيع. هيدا قسم منا، قسم من حياتنا، ما بدنا نكبها، ما بدنا ننساها.